الحبيب والصديق الصديق العزيز. خاصة أفضل أن يوجه الجواب للدرجة الأساسية إلى عملية الإصلاح المطلوبة في نظام التجارة العالمي. وأنا متأكد أن بعضكم عنده أسئلة وتساؤلات أو مداخلات من المقدمة، فسنفسح المجال لكلا المتحدثين لكي يقول كل منهما مقدمة في حدود 5 دقائق، وبعد ذلك أيضا نفتح باب المداخلات من الآن. من يريد أن يتحدث؟ لا أعرض على نفسك إذا سمحت. أنا موفق العجلوني، سفير في وزارة الخارجية. I am Ambassador Ajloni from the Minister of Foreign Affairs. As Your Excellency Mr. Pascal, my question, as far as trade is concerned in Jordan, due to the political unrest in the region, Jordan became some sort of landlocked country. As you know, we are surrounded by some walls, north, east, west, etc. What did World Trade Organization did for Jordan to alleviate these walls? Thank you. شكرا. أنا نادية هاشم العلول، former minister, state minister of women's affairs. Actually, I've been listening to both talks and it's actually very much interesting. I'm going to switch in Arabic. الحقيقة أننا عندما نتكلم عن تواجدنا كدول نامية في العالم العربي، تواجدنا في منظمة التجارة العالمية، نحن لم نبني جسورا داخلية بيننا وبين أنفسنا. فمثلا في منظمة كافتا مثلا، نحن لم نتقن إنشاء اتحاد جمركي حتى نستطيع أن نحقق التبادل التجاري بيننا وبين الآخرين. نحن نعتمد على التجارة البينية بيننا. إذا نحن لم نبني جسورا داخلية بيننا ونقوي أنفسنا، كيف نستطيع أن نبني الجسور الخارجية مع منظمة التجارة العالمية، وخاصة أننا نعاني في زمن فيه تراجع اقتصادي وأيضا الربيع العربي ومأساة الربيع العربي مما يصعب مشاكلنا؟ هل نستطيع أن نقوي أنفسنا داخليا حتى نستطيع أن نقوي أنفسنا على الساحة الخارجية؟ وشكرا. شكرا. صباح الخير. أنا قابلت السيد باسكال لامي في الدوحة. أعطونا مايكروفون ثاني مشتت. لا أشكرك أنك تسمع صوت فلسطين. بس عارف على الاسم. صباح الخير. أنا اسمي عبد الحفيظ ظفر، وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية. أنا قابلت السيد باسكال لامي العام الماضي في الدوحة في جمعة الأونيتا. وبالحقيقة في موضوع العالم الثالث ومنظمة التجارة العالمية في شوية تساؤلات هامة بنعتقد أنها هامة بالنسبة لنا. أحدها، هناك رؤية بتقول أنه خلال 10 سنوات، خلال 10 سنوات ستجد دول العالم الثالث نفسها بلا صناعة. هناك رؤية بتقول أنه الاتجاه لمنظمة التجارة العالمية هي أخذ المواد الخام والمواد النووية بالعالم الثالث إلى الدول الصناعية وإعادتها كمنتج نهائي، وبالتالي التجارة باتجاه واحد. والدليل حجم التجارة العربية لأشار السيد باسكال لامي اليوم إلى 10%، واللي 8% منها تقريبا تجارة نفطية على وجه التحديد. ثالثا، هناك مجموعة من القضايا لا زالت عالقة بين منظمة التجارة ودول الجنوب على وجه التحديد، اللي هي مقايضة تجارة الخدمات في الزراعة. لا زالت الدول المتقدمة بتقدم دعم للزراعة يصل إلى 500 مليار دولار سنويا، ولا زالت هناك مشكلة كبيرة بتعاني منها دول العالم الثالث في هذا الموضوع.
ورغم المحاولات اللي كانت تقودها البرازيل وجنوب افريقيا والهند لعمل خط بهذا الملف الا انها لا زالت قاصره. هل هناك رؤيه مع نهايه مرحله جديده؟ لوين رايح الامور بهذا الاتجاه؟ وشكرا. شكرا لك يا شيخ الحفيظ. تفضل. رجال التعريف بالاسم. الاسم والجهه التي يمثلها. صباح الخير. أنا الدكتور عبد الحميد بربوتي، باحث مستقر يعني اقتصادي زراعي. أول شيء سعيد جدا بالوجود معكم هنا وبالدعوة إلى حضور هذا التعالي العالمية. مهتم كثير بالتجارة الدولية، بس أنا ما أعتقد إنه إحنا يعني تغطيتنا محليا للتجارة الدولية والنقاشات فيها والسياسات إلى آخره، بعتقد إنها محدودة، ولا زلنا بحاجة لجهد كبير في توطين هاي النقاشات فيها والمؤتمرات. أنا بعتقد إنه هذا يمكن يكون المؤتمر الأول اللي أنا على الأقل حضرته أنا، لكن بعتقد إنه المفروض إنه يكون مقدم العمل ومأسسة لنقاش التجارة الدولية على الساحة العربية والساحة المحلية. دكتور طلال أبو غزالي مشكور على هذا الجهد، على هذه المبادرة، بس أنا بعتقد كمان يجب أن نحضر أنفسنا بشكل أفضل كثير لمناقشة التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ومطالبنا في منظمة التجارة العالمية. شكراً. شكراً لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاهر السليماني دام مدير العلاقات الدوليه وزاره التجاره السودان. اولا نشكر السيد ابو غزاله والسيد مسكان كان على هذا الاحتفال وهذا التنظيم وهذه الدعوه، ومفضل ايضا التنظيم الراقي لهذا المحفل. نحن احد الدول الاقل نموا من بين الدول العربيه، وبالتالي نبدا بتوجيه مقترحاتي ووسيلتي اولا للدول العربيه قبل المنظمه. نحن في السودان عدوى ناميه الان تسعى سعى حسيس للانضمام للمنظمه، وهنالك الكثير من الالتزامات تم الايفاء بها، ونحن قمنا بتدو ذات وصف مواصل، خاصة بعد انفصال الجنوب 2011 الجنوب السوداني انفصل. الآن حصلت كثير من التغيرات من انفصال الجنوب أثر حتى على الأرقام، إذا كان البوبوليشن وإذا كان الإيكونوميك بوليسيس وهكذا أيضا. لكن اتبعنا هذه السودان بلد واحد فيها مميزات نسبية يعرفوها العرب ويعرفها العالم، وبالتالي نحن بدأنا برنامج ثلاثي اقتصادي 2012-2014، ايضا اجزنا استراتيجيه تخفيف الفقر ونتبع خطه خمسيه بدات الاولى منها 2007-2011 والثانيه بدات 2012-2016. لكن الاسئله مهمه جدا، المنصه اسالت بعد اسئله خاصه من السيد الوزير القطري المخاطر وكيف نحيي انفسنا. نحن كعرب اهم شيء لابد من تنمية التكامل الإقليمي فيما بيننا. نبدأ بالتعاون الثنائي مع كل الدول العربية مع بعض، وننتقل إلى التعاون الإقليمي. التعاون الإقليمي يحتاج إلى مشروعات متكاملة. تكامل المشروعات هو يعرف بالتجارة، يعرف بالتنمية، ويعرف بالإمكانيات. وهذا يتطلب أيضاً منا كعرب الدول الغنية أن تساعد الدول الأقل نمواً وفق المميزات النسبية، وبالتالي نوصي بأهمية عمل الدراسات، دراسات الجدوى، دراسات الاستراتيجية والبحوث، وهذا المركز أيضا ممكن يلعب دور كبير جدا في تنسيق ذلك حتى ننشئ مشاريع إقليمية بنيات أساسية، وهذه تنتقل لنا بالتجارة. أيضا مساعدة الدول الأقل نموا حتى إنه تنضم لهذه المنظمة مهمة جدا في توفير الفرص، الفرص في التدريب والتكنيكال أساسية. لو ذهبنا إلى المنظمة أيضا، نحن نشكر المنظمة المساعية في إطار أيضا الإيد فور تريد، نرى أن الاستمرار فيه مع تبسيط إجراءات تلقي العون لهذه الدول حتى أنه تكون عندها بعض المغادرات للانضمام. أيضا هناك بروسيدة طويلة، تقريبا طويلة للانضمام إلى هذه المنظمة وإلى المرتبات الإقليمية.